السلام عليكم. نحن اعضاء جمعيه نيوز كلاب غابة الملاح، انديه نيوز كلاب رباط الاضواء. جينا نحتفل اليوم مع اطفال دار الطفل اطفال التماره رباط في ذكرى 40 للمسيره الخضراء، المسيره الغاليه علينا. وتمنينا احنا كجمعيه اللي كان الاهتمام ديالنا دائما كان الطفوله والشباب والمراه، دونك هذه كانت احسن من فرصه واغلى فرصه باش نتلاقاو هذو الوليدات اللي دوزنا معاهم عشيه في الحقيقه رائعه مع الاعضاء ديالنا والرئيسه ديالنا والاخوان كلهم. الدراري داروا مسرح، داروا لقاءات، داروا سكتشات، انشطه وغناء وطني ضروري. الهدف ديالنا انه نمنوا فيهم روح وطنيه، نمنوا فيهم روح العمل وروح الحب للوطن. غنينا كل اغاني كل الباتريمون ديال الصحراء اللي كنشوفوا تسمعوها، مازال الان حنا كنحملنا تنقشر تتبرجوا لحقيقة وهذه حقيقة. والحمد لله دات العشية على أحسن الأحوال، وحنا يا هاد دار الأطفال غادي نبقى دائما زيارة متوالية طول العام إن شاء الله من أجل التنمية البشرية. شكرا.